عند الوهابيين جميعا. وطبعا اول من اسس هذه البدعه هو ابن تيميه، عندهم توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، الثالث سموه توحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبيه هو ان الله الخالق الرازق المعطي المانع، لا رب سواه، لا فاعل في الكون إلا هو. يعني هذا التوحيد الذي ندرسه جميعا ويدرسه علماء الكلام قاطبة بجميع مذاهبهم، أشعر ما تريد حتى المبتدعة كالمعتزلة والشيعة يدرسون هذا التوحيد، توحيد الربوبية. عند الوهابيين هذا التوحيد لا ينجي يوم القيامة. إذا كنت من أهل توحيد الربوبية لا تنجو يوم القيامة، وهذه المصيبة الأولى. المصيبة الثانية عندهم أن هذا التوحيد موجود عند جميع الخلق. ابن تيمية يقول هذا، يقول التوحيد الربوبية موجود عند مشركي قريش، وموجود عند الوثنيين، وموجود عند عباد الأصنام، وموجود عند النصارى. توحيد الربوبية أن الناس جميعا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، حقيقة هذا أول مصيبة في توحيد الربوبية عند ابن تيمية. الثانية يقول ماذا؟ يقول هذا لا ينجي يوم القيامة. طيب نراجع القضيتين كل واحدة على حدة، هل فعلا لا يوجد مشرك في الربوبية في الدنيا كما يزعم ابن تيمية والوهابيون؟ موجود كثير. نعم موجود. ما الدليل عليه؟ القرآن. نعم. ماذا قال في القرآن؟ من خلق السماوات. هذا دليل ابن تيمية، دليله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فعندهم هذا هو الدليل، أن سأل بعض المشركين من قريش من خلق السماوات؟ قالوا الله. طيب حقيقة القرآن ذكر بعض أصناف المشركين وبعض قريش كان فعلا موحدا بالربوبية، ولكن الآخرين لم يكونوا كذلك. حينما ذكر آخرين قال ماذا؟ وما يهلكنا إلا الدهر. إذن نفى الفعل، جعله الدهر، ينفى وجود الإله أساسا. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ماذا قال بعدها؟ فكذبوه. في عندي واحدة في سورة الصافات، أتدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، ماذا قالوا؟ قال بعدها فكذبوه. إذن كذبوه في ماذا؟ ماذا يقول النحاة؟ إذا عندي ضمائر متعددة يعود إلى أقرب مذكور، فكذبوه إذن في ماذا؟ في ربوبية الله سبحانه وتعالى. أتدعون بعلا، إذن هم إيش؟ يتبعون بعل صنم. وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه. إذن كذبوه في ربوبية الله. في الدخان ماذا قال؟ ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك، شك في ماذا؟ في ربوبية الله سبحانه وتعالى. وأنا أسأل ابن تيمية وأسأل الوهابيين جميعا سؤالا بسيطا، فرعون ماذا ادعى؟ فرعون ماذا ادعى؟ ادعى ربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. إذن فرعون مشرك في الربوبية وزعم أنه رب العالمين، أنا ربكم الأعلى. وحتى العرب حقيقة يعني لا أدري كيف وقع ابن تيمية في هذه البدعة. هذا العربي حينما رأى صنم يعني الثعلب بال على صنمه على إلهه، ماذا قال؟ أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. إذن هذا كان يعبده ربا، فيتساءل أنت رب؟ لو كنت رب لما بال عليك الثعلب. فإذا قضية أن الربوبية لم يحصل فيها الشرك، هذا كلام لم يقله إلا ابن تيمية وهذا باطل. ومن الحديث وانتبهوا جيدا، ابن تيمية والوهابيون جميعا كلهم يقول الربوبية لا تنفع يوم القيامة. في حديث منكر ونكير ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقعدانه فيسألانه من ربك؟ من ربك؟ ها؟ فأما المؤمن ماذا يقول؟ ربي الله.
هل قال له الملكان هذا توحيد الربوبية وهذا لا ينفع؟ قبل ذلك منه. لذلك الأدلة على هذه القضية كثيرة جدا جدا جدا. الملكان ليس وهابيين. ها؟ الملكان مو وهابيين. نعم ليس الملكان ليس من الوهابية. عنده توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ هنا مصيبة. وهذا اللي قامت عليه داعش ومدعوش وكل التكفيرين في العالم. يقول الألوهية أنك لازم إيش يكون عبادتك جميعا لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة ليس فيها نزاع، ليس فيها نزاع. ولكن كيف يفهم الوهابي؟ الوهابي يفهم أنك إذا توسلت بالنبي عليه الصلاة والسلام أو استغثت بالرسول عليه الصلاة والسلام إذن أنت تشرك في الألوهية. كيف؟ كيف يتبه هذا؟ أقول كيف الوهابي يفكر. يقول الوهابي الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. تمام؟ الدعاء هو العبادة. والله تعالى يقول ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنت الآن تدعو النبي تقول يا رسول الله أغثنا، إذن دعوته. وما دام دعوته فأنت عبدته، وما دام عبدته فأنت مشرك. انظر ليقربونا إلى الله زلفى. كيف نرد عليهم الشيخ سلمان؟ كيف نرد عليهم بهذا؟ نرد عليهم بالقرآن. لو كان الأمر كما يقول الوهابيون أن كل دعاء في الدنيا عبادة لكان جميع الصحابة من المشركين. كيف؟ نبحث عن كلمة عبد في القرآن. دعا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن الصحابة مشركون. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون النبي عليه الصلاة والسلام بناء على القاعدة الوهابية كل دعاء عبادة. تمام؟ فالصحابة دعوا رسول الله فالصحابة مشركون. أليس كذلك مولانا شيخ الحكيم؟ إذن ماذا نفعل؟ نقول كل دعاء عبادة هذه مقدمة فاسدة. مقدمة فاسدة. لأنه ثبت أن بعض الدعاء ليس عبادة كدعاء الصحابة بعضهم بعضا، كدعاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث الأعمى الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يستغيث ويتوسل. فإذا الشيخ ابن تيمية ألغى توحيد الربوبية ليثبت أن التوحيد الذي عليه النجاة يوم القيامة هو توحيد الألوهية. طيب ماذا نفعل بالآية هذه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل يوجد في الدنيا إنسان واحد يعبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سل أي إنسان يزور قبر النبي ويبكي وربما يسجد، حتى يسجد. سجوده لا يجوز طبعا، معصية. معصية ليس كفر. معصية. لماذا معصية؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسجد لغير الله. لماذا لا يكون كفرا السجود؟ لماذا لا يكون كفرا؟ إذا طاب اعتقاد لأن الأمور نقصت يا شيخي. ها؟ الأمور نقصت. لا طيب. ليس عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا نريد جوابا كلاميا من علم الكلام، وخاصة أنتم ما تريدية جميعا. أنا أشعري بس أنتم ما تريدية. عند ما تريدية تمام، القبيح العقلي لا يحل في دين من الأديان. تمام؟ لو كان السجود كفرا لما حل في شريعة سيدنا يوسف عليه السلام ويعقوب. ألم يسجد له بنص القرآن؟ طيب هل 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 السجود في مثلا إذا لو كان كفرا هل الله يأمر ملائكته بالكفر؟ إذن القبيح العقلي ومنه الكفر لا يحل في دين من الأديان. ولذلك العقائد لا تنسخ باتفاق المسلمين، تنسخ الأحكام. فلو كان السجود لغير الله عقيدة
لا محل في شريعة سيدنا يوسف عليه السلام. ولذلك سندرس الأشباه والنظائر. الإمام ابن نجيم رحمه الله يقول ماذا؟ يقول لو أكره على السجود لغير الله وجب عليه أن يسجد، يقول لأنه ليس كفرا. يقول إذا أكره على الكفر يندب له أن لا يقول الكفر إعزازا للإسلام، فإن قال الكفر رخصة يعفى عنه بنص القرآن إلا من أكره. طيب إذا أمر بالسجود لغير الله ماذا؟ السجود ليس كفرا، لذلك يسجد وينوي أنه سجد لله سبحانه وتعالى، ويقول لهم خلاص أنا سجدت، والنية أنه سجد لله سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات هذا سنأتي عليه مفصلا. يريد الشيخ ابن تيمية أن نجعلها كلها ظاهرية، أن نجعل يد حقيقية ورجل حقيقية إلى آخره، سنشرح هذا الكلام. تفضل اقرأ. كيف يجيب أهل السنة ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى؟ سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ نعم. على يكون كيف؟ نعم، هذا بعض قبائل العرب كانت تعتقد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المعطي المانع. كيف نفهم هذا بعض يعني من الحديث؟ هو الآن بباقي القرآن، باقي القرآن ماذا يقول؟ طب ماذا نقول فيه؟ ما يهلكنا إلا الدهر. فلذلك القرآن ليس فقط آية واحدة، هذا منهج اليهود. أفتؤمنون ببعض القرآن وتكفرون ببعض؟ يعني إذا نظرنا إلى الكتاب كله في بعضه يخصص يعني. نعم. لذلك كان شيوخنا يقولون القرآن كأنه سطر واحد، ما تفهم هذه الآية إلا على ضوء هذه الآية. وهذا منهج القرآن في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. جاء الشيخ ابن تيمية يقول لا إله إلا الله لا تنفع إلا أن تحقق الشرط الثاني توحيد الألوهية. إذا توسلت أو استغثت فأنت الآن لم تحقق لا إله إلا الله، ولذلك الداعش يقتل بالجملة بالجملة. أكمل. طبعا هذا ظننتك تسأل عن قوله تعالى والوهابية يستدلون بها بكثرة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه فيها حديث البخاري عن ابن عمر قال ابن عمر عن الخوارج أولئك شرار الخلق عمدوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في المشركين فحملوها على المؤمنين. المؤمن هذا أنا ما أعبد النبي عليه الصلاة والسلام، ساعة أنا أعتقد أنه سيد الخلق، ولكنه يجوز عليه الوفاء وأنه توفي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام أنا أتوسل بمكانته عند الله التي لا تزال ولا تزول. أما جسده الشريف بلا شك فارق الحياة ودفنه المسلمون، وأنه مات بنص القرآن، وفأنا لا أعبده عليه الصلاة والسلام. نعم.